استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير الشباب والرياضة. وخلال اللقاء تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد كتاب برلمان الشباب من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل والصادر من الأمانة العامة لمجلس النواب. وأشاد سموه بالدور البارز لمجلس النواب والأمانة العامة بالمجلس في إبراز مشاريع الشباب وتمكينهم تماشيا مع رؤى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه واهتمام ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد الجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة العامة في إصدار الكتاب. من جانبها أعربت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل عن شكرها وتقديرها إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد على دعم سموه، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام والدعم يساهم في تعزيز مسيرة الشباب ومساندتهم. وسلط كتاب برلمان الشباب على جلسة برلمان الشباب التي شهدت مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد في الجلسة المنعقدة في 11 من نوفمبر لعام 2021، والتي حملت مضامين ترمي لصناعة الحاضر والمستقبل وتعزيزه لهم وتشجيعهم من أجل تحمل المسؤولية بكل تميز واقتدار.